كل اصدقاء والمتابعين، نحييكم من حلويات شاتيلا شاتيلا بغداد حي العدل منطقه شارع الربيع يم اخونا نظوري. انت شنو عرسك فقد؟ يوم الخميس عرسوا ظهري تعبان ارد اسوي حجر ظهري. قوي ظهرك يا حلويات شاتيلا شاتيلا، التجربه اكبر برهان، كلها بالدين الحر من بيروت الى بغداد. والله يم نظوري نظوري السلام عليكم علاوي. والله عاشنا عندنا جنود الست ايش كلماتها؟ بس ما تعالوا دينا كلهم من الدين الحر والفسق الحربي. هذا شنو راس عصفور؟ هذا عش العصفور. عش العصفور. كنافه بالنوتيلا ابو علاوي. بالنوتيلا. النوتيلا المطروقه، كنافه بقشطه. الله. البقلاوه بالتوفي بس يمنا موجود. ورد لبنان وبغداد خبط. البسبوسه الاسبانيه. هي هي. الازلامي عندك. الدافي سعره 8. بلاش. البقلاوه التركيه سعره 20. البومه الخضراء التركيه. عشرة 25. البقلاوة بالشعرية بس يمنا موجود سعرها 20. البومة العراقية سعرها 25. الاسوار العراقية الدرك الاسوار. وعندنا كل انواع الكيك، عندهم اعياد الميلاد، عندهم حفلة، عندهم تخرج احد الطلبة يحطون اسمه وحسب الطلب وحسب الموديل اللي يريده. ياسر. نعم. شوف لنا مشاعر ياسر بالنسبه ليوم الخميس. اي والله عيوني ياسر انت سرحت الضوء. اي والله بالضبط اعطيني هاي هاي السنه عندي بالزنود بالزنود هاي السنه هاي السنه خلينا بيت الابق هاي السنه ياسر عصفور فت اربع قطع مضبوط. أيوة. ياسر هاي هاي قلت ام النوتيلا مو ما ياسر ترى عرس مو باكر الخميس منا للخميس راح تصير نار او شرار باوح انه الطعام يختلف كله بالدين الحر واحلى رماش من حلويات شاتيلا طلعنا من هاي البقلاوه هاي البسبوسه الاسبانيه بقى. الله اسبانيا بها مصارعه الثيران انت شايف ملاعين؟ ها بقلاوه التوفيق خلي 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 توم توم خلي يبيلك خلي يبيلك قول اريد توم كابتن ان شاء الله يصير عندك اي واحد يجي يتزوج عمره 40 فوق يحتاج حلويات شاتيلا بقيه صينيه اي بقيه هو يحط له يريد يحط له اي بقيه نعم نعم يا زلمه كله تذوق عيوني اي مواطن يوم الخميس وحل تنفس يوم الخميس راح تنضرب جلطه تنفس اقول لك بالعافيه نعم نعم الله شو اسمه شو اسمه منو هاي الصينية؟ سوارة الله الله سوارة شاتيلا عيون منها هاي الدورة منو يريد مي مي عطش مي مي جيبوا مي معودين ابلع مي حمودي ابلع ابلع اطيب حلويات بالعراق ظهرك صار زين ظهرك؟ اي عدل ظهرك صار لي دق عليه صبر فضل من اول ظهرك مع حلويات شاتيلا شاتيلا